فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم فيما يفعله اليوم بعض الأطباء قبل دخول المريض لإجراء العملية؟ ما الحكم وإيش؟ ما الحكم فيما يفعله بعض الأطباء قبل دخول المريض للعملية؟ يقومون بإجراء عقد معه يتنازل فيه عن حقه إذا حصل تلف لا سمح الله له، يقول: ما الحكم في ذلك؟ نعم، المسلمون على شروطهم، فإذا شرطوا عليه أنه ما يضمنهم إذا حصل عليه بدون تعدي، أما التعدي مضمون، لكن إذا حصل عليه تلف بدون تعدي إنهم لا يضمنون. أخذتم هذا في قريبا، لا يضمن الطبيب ما جنت يده إذا كان على الوجه المعروف. نعم، ولولا هذا ما اشتغلوا الأطباء، لولا هذا ما اشتغلوا لصاروا بيضمنون ما يشتغلون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.